بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن مراجعة المدلك القدم الخشبي من جار نيير على علي بابا. طبعا هذا المدلك الخشبي يوضع في دورة المياه جلكم وأكرمكم الله. هذا المنتج طبعا معظمه مصنوع من مواد صحية وآمنة جدا، ويمكن طباعة الشعار هنا مثلا وهنا أيضا، أو يكتب مثلا من هذه الجهة اسمك ومن هذه الجهة مثلا الشعار الخاص بك. طبعا كذلك عالي الجودة، يعني خشب عالي الجودة جدا والسعر منخفض، ويتوفر منه على علي بابا عدة ألوان وليس فقط اللون الأزرق، فيوجد منه عدة ألوان. وكما ترون ها هو تصميمه، يعني بشكل جذاب جدا وخشبي. أيضا يوجد هنا ماسكات حتى يمسك، يعني إذا وضعته في دورة المياه جلكم وأكرمكم الله. كما ترون تصميمه جدا ممتاز، فهو مصنوع من الخشب ومن البلاستيك. هذه بلاستيك طبعا ليست قوي جارح، بل هي للتدليك، جدا مفيدة لمن يضع قدمه هنا وهنا، يعني أنت تصعد وتضع قدمك هنا والقدم الأخرى هنا، وزي زي الذي يمشي فوق هذه، أو تحرك رجلك بهذا الشكل مثلا، أو تعمل بهذا الشكل أو بهذا الشكل، جدا مفيدة لتحصل على صحة ووزن مثالي. طبعا ماذا أيضا؟ تحافظ على جسمك كما ذكرت في الوزن، وأيضا تجعل الاستحمام، يعني ليس فقط غسل الرأس والجسم بالماء، بل أيضا أعطاء الجسم طاقة وحركة داخل دورة المياه جلكم وأكرمكم الله. طبعا سوف تحافظ على بشرتك عطرة مبهجة. أيضا ماذا؟ يعني صالحة جدا لتعطي جسمك وعي، إذ كان خامل سوف يصحى ويتنشط، وأيضا الدورة الدموية سوف تتنشط. منتج عالي الجودة جدا وبسعر منخفض. طبعا سوف أضع لكم رابط الشراء إن شاء الله أسفل الفيديو. وكذلك هناك الآن سوف ننتقل إلى طريقة الحصول على واحد بالمجان عن طريق المشاركة في المسابقة التي سوف الآن أذكرها لكم. سوف ننتقل إلى الحاسب الآلي لشرح تفاصيل الدخول في المسابقة. فكما ترون يوجد لدي الآن 5 قطع من هذه المدلكة للقدم الخشبية. طبعا أنا عجبتني كثيرا، لا أعلم هل أقوم بوضع 5 قطع للفوز بها أم فقط 4 قطع، يعني سوف يكون هناك ربما 5 فائزين بكل فاز قطعة واحدة، وربما 4 فائزين كل فائز بقطعة واحدة. وكما ذكرت سوف أضع لكم رابط الشراء إن شاء الله أسفل الفيديو.
كان هذا كل شيء، والآن سوف ننتقل كما ذكرت إلى اللابتوب. طبعا كما ذكرت، لربح واحد من مدلك القدم أو الأقدام الخشبية يجب عليكم أول شيء أن تشتركوا في قناة الشبح للمعلوميات، بعد ذلك تضعون لايك على الفيديو، بعد ذلك تشاركون الفيديو على صفحتكم على الفيسبوك، بعد ذلك تضعون تعليق على الفيديو فيه رابط المنشور الفيديو على صفحتكم على الفيسبوك. خامس شيء، يجب تفعيل زر إرسال الرسائل في قناتكم، يعني أنا من سوف يفوز سوف أدخل إلى قناته وأذهب إلى زر إرسال الرسائل وأقوم بمراسلته للحصول منه على عنوان الشحن. يعني طبعا سوف أستلم منكم عناوين الشحن جميعا، ثم أذهب إلى البريد السعودي وأشحنهم لكم، سوف أشحنهم لكم عن طريق البريد أو نعم عن طريق البريد السعودي العادي المسجل. يجب أن تعطوني المعلومات خلال 5 أيام، إذا لم يجبني الفائز خلال 5 أيام فسوف أسحب فائزا آخر وسوف أنتظره 3 أيام، إذا لم يجبني فخلاص لن أسحب فائزا آخر، سوف أذهب بما لدي من معلومات وأرسل لمن أعطاني المعلومات فقط. أتمنى أن يكون واضح. المطلوب 5 أشياء: الاشتراك في القناة، وضع لايك على الفيديو، مشاركة الفيديو على صفحتك على الفيسبوك، وضع تعليق على الفيديو فيه رابط المنشور الذي شاركته على صفحتك على الفيسبوك، يعني رابط الفيديو على صفحتك على الفيسبوك. خامسا، تفعيل زر إرسال الرسائل على قناتك في يوتيوب. طبعا سوف أضع لكم إن شاء الله رابط الشراء، شراء هذا المنتج من علي بابا كما ترونه أسفل الفيديو إن شاء الله، لمن لم يحالفه الحظ ويريد أن يقوم بشرائه. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وتفعيل زر الجرس. وفي أمان الله، في دروس قادمة إن شاء الله.